فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الاتكاء على المصحف؟ وأيضا ألاحظ أن البعض من المصلين يمد الرجل أو الرجلين إلى الصندوق الذي يحمل المصاحف، فما الحكم في مثل ذلك؟ لا يجوز الاتكاء على المصحف ولا يجوز توسده، لأن هذا من الإهانة له، والمصحف الشريف يرفع. وأما مد الرجلين فإذا كان بعيدا من الصندوق لا مانع، أما إذا كان قريبا، فإن كانت المصاحف حذاء رجليه ويمد رجليه إليها وهي حذاء رجليه هذا لا يجوز، أما إذا كانت مرتفعة فلا بأس بذلك. نعم.